بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد عمر عبد الرحمن ابن فضيلة الشيخ الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن. اليوم كان مؤتمر امتداد المؤتمرات السابقة التي عقدت أمام السفارة الأمريكية في اعتصامنا المفروض منذ أكثر من 5 شهور تقريبا الآن. وهذا المؤتمر كان صرخة من أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن وصرخة من محبي الشيخ عمر عبد الرحمن لإخواننا الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب أن تكون من أولى أولوياتهم قضية المطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن وتقديم رسالة واضحة إلى المجلس العسكري أن يتبنى المطالبة أو مطالبة أمريكا بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. كنا نتمنى أن يكون الشيخ عمر عبد الرحمن بين أظهرنا في هذه الأيام ويكون ممن يحتفلون معنا في 25 يناير بهذه الثورة المجيدة، لأن الشيخ عمر عبد الرحمن كان من أول الثائرين ومن أول الذين قالوا لمبارك لا ولنظامه لا. الشيخ عمر عبد الرحمن من أوائل الذين وضعوا لبنة في هذه الثورة المباركة. الشيخ عمر عبد الرحمن ثار قبل أن يثور الشباب. الشيخ عمر عبد الرحمن قال منذ أكثر من 25 سنة ما قاله الشباب في 25 يناير. فنحن نطالب إخواننا في المجلس العسكري ونطالب إخواننا كذلك في مجلس الشعب أن يطالبوا بقضية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن حتى نراه قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى أمامنا ونصلي خلفه ونسير وراءه بإذن الله. نحن تقدمنا بطلبات كثيرة وليس بطلب واحد. تقدمنا قبل أن نقوم بالاعتصام ذهبنا إلى المجلس العسكري وتقدمنا بعدة طلبات على فترات مختلفة. تقريبا كل شهر قدمنا طلب للمجلس العسكري، والمجلس العسكري قال لنا أنه ليس لديه أي مانع من رجوع الشيخ عمر عبد الرحمن، وأنه سيرسل رسالة إلى وزارة الخارجية لمطالبة أمريكا برجوع الشيخ عمر عبد الرحمن. وبالفعل أعطانا رقم ملف أرسله المجلس العسكري إلى وزارة الخارجية. عندما ذهبنا إلى وزارة الخارجية قالوا ليس لدينا أي ملف ولم يرسل المجلس العسكري إلينا أي رسالة. الحمد لله طبعا في هذه الفترة وبعد اعتصامنا ازداد فهم الشعب المصري لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن، وعرف كثير من الناس الذين تأثروا بالآلة الإعلامية المصرية وبالآلة الإعلامية الأمريكية والأوروبية التي كانت تحارب الشيخ عمر عبد الرحمن، الآن أصبحوا يفهمون من هو الشيخ عمر عبد الرحمن حقيقة. علموا أن الشيخ عمر عبد الرحمن هو من أول الثوار وهو من أول من نادى بالخروج على مبارك وبإرجاع الحريات وبالحقوق التي سلبها مبارك. وصلنا هذه الأخبار، وصلتنا هذه الأخبار منذ فترة، وبالفعل نحن نسعى ونقول للمجلس العسكري كما ذكرت لحضرتك ونطالب وزارة الخارجية والمخابرات والجميع كل المؤسسات الحكومية يجب عليها أن تعمل جاهدة للمناداة والمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. نعم بالتأكيد سنشارك في هذه الاحتفالات كما شاركنا في ثورة 25 يناير. سنشارك بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الاحتفالات، وسننادي أيضا بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن، وسنظهر أن الشيخ عمر عبد الرحمن يجب أن يكون في مصر الآن وليس خارج مصر.